خلينا بقى نقول لكم على فقراتنا النهارده. هتكون انشاب طبعا بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم بخير وصحه وسعاده دايما يا رب، ربنا يعيده على حضراتكم دايما بالخير. هنورنا فيها المنشد الشاب اسلام سعودي، بس الاول خلينا نروح نشوف ايه الترندز اللي المصريين كانوا بيدوروا عليها على السوشيال ميديا، ونرجع لكم مره ثانيه. صباح الورد عليكم مرة تانية. خلونا بقى نبدأ أخبارنا معاكم النهاردة من الحوافز المالية اللي أقرها مجلس الوزراء المصري لسيدات مصر اللي لم ينجبوا إلا أو لم ينجبوا أطفال إلا طفلين بس، اللي بتقدر ب 100,000 جنيه سنويا، وكمان وجود وثيقة تأمين بقيمة 60,000 جنيه هتصرف للسيدة عند بلوغها 45 سنة، بشرط طبعا التزام بعدد من الضوابط أهمها إنجاب طفلين على الأكثر، والفحوصات الدورية والالتزام بجداول للتطعيمات والتباعد بين الولادات بفترة كافية والالتزام بتطعيم الأطفال والكشف الدوري على صحة الأم. تفاصيل تلك الحوافز وتأثيرها في الحد من الزيادة السكانية هنعرفها من دكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة. صباح الورد يا دكتور. صباح النور يا فندم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. صباح الفل على حضرتك. خليني اقول لك ان ده من الاخبار اللطيفه قوي اللي ممكن نسمعها، لان احنا عندنا دايما فكره الموضوع المغلوط بتاع خوي الولاد عزوه، لازم تجيبوا ولاد كتير، الكلام ده كله لسه لحد دلوقتي برغم التطور الفظيع اللي احنا فيه لسه بنسمع برضو الكلام ده. فخلينا نروح الاول لموضوع الحوافز، وقول لنا ايه موضوع الحوافز ده وبعدين نرجع تاني للقصه دي. هو طبعا يعتبر الحوافز دي من ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، ويعني هو طبعا يعتبر حافز جميل جدا بالنسبة لي. أنا شايف أنه هو يعني من ضمن أول الحوافز اللي بدأت تضعها الدولة في فكرة تنظيم الأسرة بشكل كبير، والحد من الزيادة السكانية، خاصة أن عندنا برضه أستاذة سلمى حاجة يعني شوية، أن أنا في خلال 122 يوم حصل إنجاب لأكثر من 523,000 مولود. فده بالتالي مؤشر كبير جدا، يعني ده رقم مؤشر ضخم جدا. رقم ضخم جدا. انا لما يكون عندي 2.5 مليون نسمه، 2 مليون ونص مولود سنويا، ده مؤشر كبير جدا. انا شايف ان هو يعني بيؤثر بالسلب على احتياجات المواطنين وبيأثر على اقتصادنا بشكل كبير. فبالتالي النهارده الدوله بتبني مساكن وبتبني امكانيات كبيره جدا، بس في نفس الوقت الدوله عايزه تعليم جيد وعايزه صحه في مستوى عالي، وعايزه برضه بتبص لمصلحه المجتمع بشكل عام وليس الافراد، لان والافراد كمان يا دكتور، لان صحه الام انا واخده بالي حتى ان الموضوع ليه علاقه برضه بالتطعيمات وبصحه الام والكلام ده كله. احنا لو رجعنا الموضوع حتى لنظريه النشوء والارتقاء، ودي حاجه دي قصه يطول شرحها وفيها نظريات كتير، البني ادم زمان كان حاجه، كان ممكن يعيش 300 سنه طول وحجمه مختلف، احنا عمالين المواضيع بتقل الى حد ما. فالام زمان كانت ممكن تجيب 10 اطفال، دلوقتي المواضيع صعبه جدا. فحفاظا حتى على صحه الامهات المفروض ما يعني ما نسلكش الطريق ده ابدا، طفل اتنين على الاكثر اكتر من هايل يعني.
هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي الكلام حضرتك مظبوط، بس احنا يمكن عندنا المؤشرات العليا دايما بتبقى في الريف بشكل كبير جدا. عندي 4742 قريه، حوالي 31000 عزبه وكفر ونجع، نسبه فيهم 58 مليون مواطن، فيهم نسبة الزيادة مرتفعة جدا لعدة أسباب. يمكن أحد أسبابها فكرة المرأة الغير عاملة في الريف، فبالتالي ده يعني في مقارنات ما بين المرأة العاملة والمرأة غير العاملة، فالمرأة الغير العاملة بيبقى معدل الإنجاب عالي جدا طبعا، نتيجة زي ما حضرتك أشرتي وأنا بشكر حضرتك على هذا التوجه، إن في موروثات ثقافية موجودة في الريف، إن الأولاد هم العزوة، لا لازم يكون عندي ابن يعني مش بيفرق ما بين الابن والبنت، فبالتالي كلها موروثات ثقافية أنا شايف إن هي لابد أن يتم تغييرها بشكل جاد جدا. أنا شايف إن الحافز مهم جدا في هذا التوقيت، هيؤثر بشكل إيجابي خاصة في عند أهالينا في القرى والعزب والكفور والنجوع. نتمنى أن يكون في المزيد من الحوافز، نتمنى أن يكون في هناك مزيد من التشريعات، أن يتم برضو دراسة ملف يعني تدريس مادة السكان بالنسبة للطلبة في المدارس، نوضح لأهالينا في على مستوى القرى والعزب والكفور والنجوع من خلال منظمات المجتمع المدني، ان هي توعي اهالينا في القرى ان هذه الموروثات الثقافيه بتؤثر على اقتصادنا، بتؤثر على بيوتنا، بتؤثر على ان يكون عندنا اطفال اصحاء، بيؤثر ان على مستقبل ولادنا. هو ده اللي احنا محتاجينه الايام القادمه، محتاجين برضو توعيه من الاعلام اللي احنا دايما بنفتخر بيه، ان يكون عندنا فقرات خاصه بهذا الموضوع بشكل مستمر، محتاجين يعني العديد من الآليات، بس أنا شايف إن هي خطوة قوية جدا وبداية قوية جدا في فكرة تحجيم الزيادة السكانية اللي يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا 23 دولة عربية عدد السكان كلهم 431 مليون، لما تكون مصر 104 مليون و600 ألف، ده معدل أنا شايف إن هو كبير جدا، يعني مصر توازي أكثر من سكان ثلاث دول عربية بالمنطق يعني، فده أنا شايف إن ده يعادل يعني معدل طبعا كبير جدا. طبعا معدل كبير، فبالتالي إحنا مع هذا القرار ولابد أن نساند هذا القرار، لأن القرار ده مهم، وفي نفس الوقت حتى الشروط حضرتك اللي هي موجودة، إن يكون في تباعد بين الولادات، إن يكون في تطعيمات، يعني أنا بدي برضو عامل الصحة جانب مهم جدا في هذا الملف يعني، فبالتالي الملف ده أنا شايف إن مصر إن شاء الله بإذن الله سوف تبرز فيه نجاحات كبيرة جدا، إن شاء الله برضو الملف ده هنهدف منه إن إحنا يكون عندنا 1,600,000 مولود سنويا بدل ال 2.5 مليون، فده معدل هيكون على الاقل معقول ومتناسب مع اطارات التنميه وخطط التنميه اللي بتقوم بها الدوله في هذا الاطار. طب هل في امور تحفيزيه ثانيه ممكن نشوفها الفتره الجايه، في خصومات مثلا على مدارس كهرباء ميه؟ حضرتك حاجه، هو جاي من ضمن سلسله قرارات قادمه جايه في السكه اكيد يعني بشكل مهم جدا، لان الموضوع زي ما انت عارفه برضو لازم يكون في تشريعات، يعني لازم برضو في تشريعات بخصوص هذا الشأن. النهارده مش هينفع ان يكون عندي في طفل في صعيد مصر او في القرى، انا من الصعيد وهو بقول لحضرتك ما ينفعش يكون عندي 7 اولاد و9 اولاد وابقى فرحان ان عندي عزوه، لا هذا منطلق خاطئ، فلابد ان يكون خلاص ان الدعم يكون خاص بطفلين فقط لا غير، حسب مقدره الدوله وحسب امكانياتها، غير كده انا شايف ان والله يا فندم وحسب مقدره الشخص كمان، ساعات الناس بتجيب ولاد وهم ما عندهمش مقدره على انهم، ما هو اللي ما عندوش مقدره ده على فكره هي دي فكره الموروث الثقافي اللي هو برضه هيكون هيجي برزقه، هم بيقولوا كده هيجي برزقه، هيجي برزقه. الله ينور على حضرتك، فده صحيح. انا اتمنى بس ان حضراتكم تتبنوا هذا الملف ونوعي الناس اهالينا في القرى بخصوص هذا الموضوع. نشكرك جدا جدا الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة، وصباحك صباح الورد، وزي ما كنا بنقول كده يا ريت الموروثات الغلط دي نغيرها، فكرة ان احنا لازم نجيب ولاد كتير هيبقوا عزوة لينا، الكلام ده كله يعني على قد مقدرتنا، طفل اتنين على الاكثر وبس كده. طيب خلونا نروح نشوف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونرجع لكم مرة تانية.
خلونا دلوقتي بقى نروح لخبر جميل الحقيقة، وهو الإعلان عن نجاح مستشفيات أسيوط الجامعية في الحصول على النجمة الذهبية كمركز لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة، وده لأول مرة على مستوى مصر ودول الشرق الأوسط. طبعا النجاح الكبير ده بيعكس المستوى المتميز لمستشفيات أسيوط الجامعية واللي بتقدمه من جهد وعمل لخدمة المرضى. تفاصيل أكتر عن الموضوع ده هنعرفها من دكتورة نهال فتحي، أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة أسيوط. صباح الورد يا دكتور. صباح الورد والفل كمان على الكلام الجميل اللي بتقوليه. تستاهلوا اكتر يا دكتور، تستاهلوا اكتر. استاذه سلمى صباح الورد على حضرتك. خليني الاول اقول لك الف الف مبروك. طبعا دي حاجه شهاده دوليه يعني معتمده، وحاجه احنا بنفخر جدا بالكلام اللي احنا بنسمعه ده. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بس ممكن ان انا اقول بس طبعاً على المقدمه اللي قلتيها، هي علاج الكسور طبعا متوفر ومتوفر بشيء جميل في قسم العظم اللي هم البارتنر او اللي هم المشاركين معانا من الاول، ان احنا اللي قدمنا حاجه جديده علشان تمنع حدوث الكسور مره اخرى، وده عباره عن مشروع قومي قامت بيه اكاديميه المصريه للهشاشه اللي هي بتسميه عشان ما تتكسرش تاني. والمشروع البحثي ده كان زميلي الدكتور ياسر. المشروع اسمه عشان ما تتكسرش تاني. لكن عشان ما تتكسرش تاني. المشروع ده كنا قمنا بيه مع 14 جامعه بتقديم بروتوكول مع زميلي اللي قلت عليه الدكتور ياسر المدني، وده من تيورنا المهاجره في انجلترا. هو اصلا طبعا دكتور ياسر طبعا في عين شمس. قمنا مع تنسيق مع اللي هي المؤسسه الدوليه لهشاشه العظم اللي هي الاي او اف و14 جامعه الانترناشونال اوستيوبوريسيس فاونديشن. ايوه تمام. وقمنا بقى بالتنسيق مع 14 جامعه تاني، وعملنا بقى اجتماعات كتيرة لغاية ما اتفقنا على البروتوكول وابتدينا في البروتوكول. قمنا بقى بعد كده في البروتوكول بوجود بقى فريق، بقى لازم يبقى في كل جامعة فريق. فكان فريقنا اللي هو متكون من الاسم الطب الطبيعي والروماتيزم، أنا والدكتورة صفاء مهران اللي قامت بجهد دي تلمستي النجيبة زي ما بيقولوا، ومجهود مشكور منها مع اسم بقى من الأقسام العريقة واللي بتقدم خدمة كبيرة جدا لصعيد مصر، وأنا طبعا برضك دايما لازم بأشيد بيهم لأن هم زمايلي، وطبعا لولاهم طبعا كان الموضوع هيبقى لازم متكامل بوجودهم. يعني طبعا الدكتور أسامة فاروق، الدكتور عبد الحفيظ، الدكتور طاهر، معانا كمان الدكتورة داليا مهران، والدكتور عبد الحفيظ نمبر 2 اللي هو اسم الصحة العامة. قمنا كلنا بإنشاء إيه بقى يا ستي؟ أكلم ولا حضرتك تحبي لا ده أنا كلي أذان صاغية، اتفضلي. قمنا بقى بان احنا عايزين بقى نعمل الموضوع ده. الحقيقه كانت بتقدمنا صعوبات ان احنا ما عندناش موضوع ريجستري في مصر، لكن طبعا فريق العمل ده كان ناس متميزين وتحت طبعا قياده رئيس الجامعه وعميد الكليه اللي ذللوا لينا كل حاجه علشان الخدمه دي تبقى موجوده. الخدمه عباره عن ان احنا بنتعرف على المرضى من كبار السن اللي بيجي لهم كسور وبيروحوا بقى القسم العظم، بس الكسور بتبقى ناتجه من الهشاشه في البدايه. طبعا لانها بتبقى واضح انها هشاشه، مش عشان كبار السن، لا علشان كمان التروما او اللي حصل ما اداش ان يحصل كسر في العظم، لا دي حاجه بسيطه جدا اتعرض لها وفوجئ بان حصل كسر لانه طبعا عنده هشاشه في العظام. عنده هشاشه صحيح. فالمرضى دي كمان بيبقى مشكلتهم ان هم اكيد خلال العامين اللي بعد الكسر
هيحصل لهم كسر تاني. فطبعا لازم نوعيهم، حاجه طبعا من الحاجات بتاعه اللي هو المشروع ده، ان احنا لازم نوعيهم بان موضوع هشاشه العظم ده مش بالسهل. ده موضوع خطير جدا، بالذات على كبار السن. خطير كمان، ده زي الامراض اللهم احفظنا، يعني دي مشكله كبيره. طبعا يعني طبعا. صحيح. طب تفتكري ما مردود ذلك الامر على باقي الاوساط الطبيه؟ اصل يعني شهاده زي دي طبعا اكيد على الاقل هنقول على ال 14 جامعه ثانيه هتتحفز بقى، لان احنا لينا سنتين. فطبعا ده اول نجمه، احنا تحولنا من النجمه البرونزيه للنجمه الذهبيه، ومنوره اسيوط كده بنجمتها الذهبيه. حقيقي قمنا بقى بان احنا المرضى دول كنا بنعمل لهم تقييم علشان الهشاشه عن طريق الدكسة، وبعدين كمان بنعمل لهم تقييم تاني لاحتماليات حدوث الكسر مره تاني عن طريق الفراكس. وطبعا حاجه من الحاجه اللي احنا عايزين نقيمها الخدمه دي، اللي هي خدمه التقييم، سواء كان للفراكس او تقييم احتماليه السقوط مره ثانيه. وبعد كده بقى قام فريق العمل بانه هو وضع برنامج لايه بقى؟ للعلاج، سواء كان العلاج الطبي او العلاج الدوائي، وكمان هو العلاج الفيزيكال، يعني التمرينات. يعني يا دكتور، كمية البرامج اللي احنا شايفينها وكمية الجهد المبذول، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا عليه، وبشكرك بشكل خاص على المداخلة التليفونية، شكرا جزيلا، وصباحك صباح الورد. طيب دلوقتي هنروح لخبر أخير، وهو عن قافلة بيع المواد الغذائية وغير الغذائية اللي أطلقتها وزارة الداخلية لأهالي شمال سيناء لتوفير المنتجات ليهم بأسعار مخفضة، واللي بتيجي طبعا في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان الوزارة وفرت قوافل خدمية لتقديم مصدرات الأحوال المدنية وتراخيص المرور، بالإضافة لتنظيم زيارات لعدد من المدارس وتوزيع هدايا على الطلبة وجامعة العريش واستخراج مصدرات الأحوال المدنية لطلبتها. خلونا نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، محدش يقدر. سيناء البقعة الغالية على كل مصري، التي تعطرت بخطى الأنبياء وارتوت بدماء الشهداء، تتصدر المشهد التنموي بعد أن أعطى رئيس الجمهورية إشارة البدء لتنميتها. تشارك وزارة الداخلية بقوافل محملة بالسلع الغذائية وأخرى خدمية جهزتها لأهالي شمال سيناء في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. انطلقت قوافل الخير هذه عابرة أنفاق قناة السويس إلى أرض سيناء الغالية. ومع وصول القافلة إلى مدينة العريش، فقد أقامت وزارة الداخلية معرضاً ضخماً هو الأول من نوعه في هذه المنطقة، على مساحة كبيرة من الأرض يضم كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية والأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات بأسعار مخفضة وجودة عالية، حرصاً على استفادة أهالي شمال سيناء من تخفيضات مبادرة كلنا واحد ومن وفرة المعروض، ما أدى إلى إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من التخفيضات والمعروضات. طبعا اهالي نفسينا يحتاجوا مننا ان احنا نقدم لهم كل الخدمات اللي يحتاجوها، وخصوصا بمناسبه قرب حلول شهر رمضان. فاحنا جينا النهارده متواجدين معاهم، عملنا معرض كبير جدا لمبادره كلنا واحد. المعرض متواجد فيه اكثر من 500 طن مواد غذائيه، ما بين السكر والارز والدقيق والزيوت وجميع وياميش رمضان وجميع السلع اللي بيحتاجها المواطنين في خلال شهر رمضان. انا حابه اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره الجميله، واحب اشكر الجيش والشرطه ان هم ساعدونا ووقفوا جنبينا في وقت الازمه، ودلوقتي العريش بقت احسن من الاول بكتير،
ما فيش خوف، ما فيش قلق، دلوقتي كلنا ايد واحده، جيش والشرطه كلنا واحد موجوده في العريش، ونشكرهم ونشكر الرئيس، والاسعار كويسه وحلوه احسن من بره بكتير. طبعا بنشكر سياده الرئيس على مبادره كلنا واحد في شمال سيناء، احنا في العريش تحديدا. ربنا يبارك لك ويا رب تفضل كده الاسعار والدنيا حلوه. شكرا للسيد الرئيس، شكرا لوزاره الداخليه، شكرا لجميع العاملين في هذا الصرع العظيم. منافذ امان خدمت شمال سيناء تمام باقل الاسعار، ومنافذ جميله وباسعار كويسه جدا جدا جدا. تضم القافله سيارات الخدمات الشرطيه المتنوعه لاتاحه الفرصه لسكان اهالي شمال سيناء لاستخراج الاوراق الثبوتيه وتراخيص السيارات. انا اتفاجأت والله بيها النهارده، وانبسطت جدا اول ما شفت العربيه دي، ان هي دي بقى متنقله في كل مكان، ودي هتسهل على الناس كتير. لم تقتصر القوافل الخدمية والغذائية على العريش، بل امتدت إلى عدد من مدن شمال سيناء. الشيخ زويد من المدن التي توجهت إليها القوافل. الهدوء يعم هذه المدينة ويتحرك الجميع بحرية وأمان. جيت النهاردة علشان خاطر أعمل بطاعة إلية، والتسهيلات حلوة والحمد لله، والشرطة معانا وخدمتنا بالنسبة للتصوير السريع والقطاع الفورية. الشيخ زويد جاي عشان أعمل بطاقة عائلية، شكرا للوزارة الداخلية اللي جاية لينا من العريش علشان تساعدنا في الورق. الحمد لله الوضع عندنا في الشيخ زويد والعريش الحمد لله 100%، وبنقدر الحين ننزل نرخص عربيتنا براحتنا، وبننزل السجل المدني وبنعمل بطاقات وشهادات الميلاد. نشكر سيادة الرئيس ألف 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 شكرا، شكر واصل من شعب سيناء للرئيس، من هنا للرئيس واصل. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده، وبنستطبع الله الله. وإلى بئر العبد توجهت القوافل الغذائية والخدمية إلى الأهالي هناك لدعمهم وتوفير السلع والخدمات لهم. فالخدمات متوفرة، اللي هو الاستمارات موجودة، شهادة ميلاد موجودة، بطايق موجودة. إن شاء الله في المبادرة الجديدة مع العربيات المتنقلة هيبقى في خفة عمل. وزارة الداخلية وفر لنا خدمات المرور الإلكترونية، دي حاجة والله كويسة جدا، عندنا متنقلة في كل مكان بتوفر علينا حاجات كتير. في فرق شاسع من هنا من سنتين فاتوا لحد النهاردة. النهاردة في أمان وفي خير وفي كل حاجة متوفرة، وبنشكر سيادة الرئيس على المبادرة دي، يعني بترفع ناس كثيرة خصوصا إن احنا داخلين على رمضان. في إيدين تحمي وإيدين تبني، وإيدين صنعت وإيدين زرعت، واللي يعلم واللي يفنن دي إيدين مصرية وياما فرعت. تضمنت القوافل زيارة قام بها الضباط لعدد من المدارس، حيث تم توزيع هدايا على طلبتها أثناء سير العملية التعليمية. النهاردة جم ضباط ووزعوا علينا ألعاب حلوة قوي، وأنا بحب الضباط كتير قوي. أنا الطالبة جنة محمود من مدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية المتميزة للغات. النهاردة هتكلم عن الأمان في شمال سيناء. طبعاً إحنا عندنا هنا في شمال سيناء أمان من كل حتة. زمان ما كانش في عندنا أمان، وكان في عندنا ضرب نار، وكان في عندنا حاجات مش كويسة. أما دلوقتي بقينا نحس بالأمان في كل مكان. كنا بنيجي ما فيش طلبة، 2 3 4، وأهاليهم بيبقوا خايفين عليهم مستنيينهم. لا، الوضع دلوقتي يختلف تماما، دلوقتي كل الطلبة بتنتظم في الدراسة. ماما وبابا بيأمنوني عشان دلوقتي بقى خلاص في أمان، بقيت أنزل أشتري أي حاجة لوحدي، بقيت دلوقتي أروح المدرسة لوحدي، فبقى دلوقتي الحمد لله في أمان في العريش. بنعرف أطفالنا إنه يعني إيه الشهيد، يعني إيه التضحية اللي هو عملها، بنعرفهم بأسمائهم كمان علشان مدار حياتهم يبقوا ذاكرين فضلهم على البلد وعلى الأمان اللي هم حاسين بيه دلوقتي كأطفال وليهم بعد كده في المستقبل بإذن الله. في تضحيات تمت من الدولة، في تضحيات تمت من الشعب، في تضحيات تمت من الجميع عشان كله بيحب الوطن. مصر كل زجاج وحارة فيها عاشر كل واحد، عاش محمد وهي جرجس وهي سارة، مصر هي البوصلة دايما اللي بتحدد مسارك، خلي بالك خلي بالك مصر لسه محتاجالك. يا بلادي روحي فداليكي، أقدم حضارات كانت فيكي.
كما توجهت القوافل إلى جامعة العريش لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية للطلبة. قادرين نعيش حياتنا بشكل طبيعي وأحسن كمان، يعني الأول ما كناش بنطلع ولا بنجيب أي حاجة ولا بنطلع ولا بنروح كافيهات ولا بتاع، دلوقتي الكافيهات فتحت، الحاجات كلها فتحت، رجعنا أحسن من الأول. بنعيش يومنا طبيعي عادي جدا، بننزل الجامعة، بنمارس حياتنا الطبيعية بشكل مستقر، وحاسين بالأمان عن زمان كتير قوي. تعود الحياة إلى طبيعتها وسيرتها الأولى. الخدمات تقدم بصورة ميسرة، بخاصة الخدمات الشرطية الجماهيرية، حيث أثنى المواطنون على هذه الخدمات لبث الطمأنينة في نفوس الأهالي وبسط الأمن والنظام وتحقيق الاستقرار وتلبية متطلبات الأهالي في خدمة أمنية وشرطية تواكب طموحاتهم وتطلعاتهم. تغيرت الحياة على أرض شمال سيناء وعادت لطبيعتها وسط أمن وأمان وقوافل الخير التي تعم الشمال. وهذا المعرض الكبير الذي يؤكد لأهالي شمال سيناء أن كلنا واحد. احنا محافظات كتيرة في مصر، لكن كل محافظة ليها شكل وليها عادات وليها تقاليد وليها طابع. انا الفيديو اللي انا شفته على السكرين ده انا فخورة ومبسوطة جدا اني شايفة سينا او شمال سينا بالشكل الجميل ده. كم مبادرات بنتكلم عنه كل يوم موجود، كم مجهود مبذول من جميع الجهات، سواء وزارة التموين او الجيش او الداخلية، حاجة تشرف وتفرح. زي ما بنسلط دايما الضوء على الحاجات السلبية، لازم كمان نسلط الضوء على الحاجات الايجابية. خلونا كمان نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ محمود عبد الراضي، مسؤول ملف الداخلية بجريدة اليوم السابع. صباح الورد يا فندم. صباح الورد يا استاذة سلمى. صباح الفل عليك. كلمني بقى، انا الفيديو الحقيقه بسطني جدا، كلمني على اللي بيحصل دلوقتي في شمال سيناء من المبادرات دي. يعني يمكن انا اخذ من كلام حضرتك، يمكن محافظه شمال سيناء لها طبيعه خاصه. محافظه طبعا. شمال سيناء عانت خلال السنوات الماضيه من الارهاب، ومجرد من الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى اشاره البدء لتنميه سيناء، بدات وزاره الداخليه تتحرك على ارض الواقع من خلال توجيه اقامه معرض. معرض مش اي معرض، مش من المعارض المعروفه اللي احنا بنشوفها في الشوارع في القاهره، ولكن معرض على مساحات ضخمه جدا، متواجد فيه يا استاذ سلمى كل حاجه، متواجد فيه السلع الغذائيه خاصه السلع الاستراتيجيه، بنتكلم عن اللحوم والارز والسكر باسعار مخفضه، نسب التخفيض فيها بتصل الى 60%. كمان الامر لا يتوقف على السلع الغذائيه، ولكن كمان هناك سلع غير غذائيه زي السلع المعمره، الاجهزه الكهربائيه والسجاد والملابس وما الى غير ذلك. هذه السلع بتتميز بانخفاض الاسعار والجوده بتاعتها. كمان هذه السلع متواجده على مدار ال 24 ساعه، يقدر المواطن يستطيع الحصول عليها. وزاره الداخليه ما اكتفتش بتقديم السلع بس، ولكن كمان حركت قوافل خدميه. القوافل الخدميه دي متمثله في سيارات الاحوال المدنيه اللي بتروح لحد بيت المواطن السيناوي عشان تستخرج ليه بطاقه الرقم القومي او تستخرج ليه وثيقه الزواج او القيد العائلي. بدون انا شايفه عربيات متنقله في كل حته، يعني حاجه جميله جدا الحقيقه، رائعة جدا. كمان في مرور الكتروني، مرور متنقل، المواطن مش هيروح للمرور، المرور هيجيله لحد البيت، بيتم الفحص في الشوارع وبيتم استخراج الرخص في الشوارع. هم نفسهم المواطنين بدأوا يتكلموا ويبعتوا رسائل أمن وسلام من أرض الفيروز لربوع العالم كله، بيقولوا دلوقتي أصبح لا قلق ولا خوف. الطلبة بتوع المدارس بيقولوا احنا بنروح المدارس بمفردنا، المدرسات بتقول ان احنا كنا بنعاني ما كانش حد يجي المدارس، المدارس الآن ممتلئة بالطلاب. ده اللي انا كنت اقصد اقوله في بدايه المداخله، ان فعلا كل محافظه بيبقى ليها ظروفها وليها طابع مختلف عن التانية، وفعلا سينا ما كانتش كده ابدا. فاللي احنا شايفينه ده كفيل بجد انه يخلي اي حد فخور باللي بيحصل في البلد.
بالفعل يا استاذ سلمى، احنا بنشوف حتى الرسمه البسمه على وجوه الاهالي، الناس مبسوطه، الناس اصبحت بتمارس حياتها بشكل طبيعي، كل الخدمات متوفره لديهم، الشرطه متواجده معاهم على مدار ال 24 ساعه، هذا الامر مش هيكون يعني مش هيكون بشكل يعني استثنائي، ولكن هذا الامر هيكون مستمر، هذه السيارات مستمره، المعارض مستمره، حاله الامن ان شاء الله باذن الله مستمره، الشباب النهارده بيتكلموا، شباب الجامعات في لقاءات من خلال الفيديو اللي اتعرض مع حضرتك بيقولوا احنا بنروح على نسهر على الكافيهات، بنخرج، بنطلع بالليل، بنروح المسابقات، حياه طبيعيه، حياه طبيعيه عاديه بالفعل. زي ما حضرتك لخصتي وقلتي حياه طبيعيه اصبح المواطنين بيمارسوها، وفعلا يعني اهالي فينا ليهم مكانه في القلب، اهالينا المحترمين الموجودين على ارض الفيروز كلنا فرحانين لعودة الحياة مرة أخرى بشكل طبيعي جدا، وده ما تأتاش بسهولة ولكن بجهود وتضحيات الشهداء ودماء الشهداء اللي وصلونا لهذه المرحلة. صحيح، ونشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود عبد الراضي مسؤول ملف الداخلية بجريدة اليوم السابع. طيب تعالوا دلوقتي نروح نشوف خدمات صباح الورد اللي بنقدم لحضراتكم فيها أسعار السلع الرئيسية والذهب والعملات، ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية، أيام قليلة إن شاء الله بتفصلنا عن شهر رمضان الكريم، علشان كده النهاردة حابين نختم معاكم الأسبوع بمجموعة من أجمل الأناشيد والابتهالات الدينية واللي دايما مرتبطة معانا بالمناسبات الدينية. خلونا نرحب بضيفنا المنشد إسلام سعودي. صباح الورد عليك. صباح الورد. صباح الفل عليك يا إسلام. كالعادة وكل ما بيجي لي ضيف هنا صوته حلو بقوله نبتدي الأول نسمع بعدين نتكلم. تمام. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما، لا لا تنقضي أنت للروح دواء، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، فيك الحب زاد عما العباد يا خير زاد، رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان، لا لا تنقضي أنت للروح دواء، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان
ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. كل سنة وانت طيب يا إسلام، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. إسلام قولي إيه بدايتك مع الإنشاد، وليه الإنشاد والابتهالات الدينية بالأخص هم اللي شدوك؟ أنا من صغري ووالد والدتي طبعاً بدأت أحفظ قرآن، لقيت صوتي كويس طبعاً، بدأت في الإذاعة عندي في المعهد. طبعاً بقى لما كبرت أنا فضلت مهتم بالإنشاد الكلية طبعاً. لما جيت القاهرة بدأت أتدرب وأخذ ورش في الإنشاد، وطبعاً بروفات مكثفة بحيث أن أنا أطور من نفسي، وبدأت اللي هو أكون بند أنا وأصدقاء ليا معايا وبدأت. طب أنا دايماً بيبقى عندي فضول لما بلاقي شاب كده صوته حلو، بقول ليه ما بيروحش بخياله مثلاً أنه هو ممكن يغني أو يغني أغاني تانية؟ فهل أنت ممكن تغني أغاني تانية، ولا أنت بس الإنشاد الديني هو ده اللي أنت حبه وهو ده اللي أنت هتكمل فيه؟ لأن احنا بنشوف منشدين دينيين كتير وبيغنوا أغاني بس بلون طبعاً وطابع معين. طبعاً أنا بحب الإنشاد جداً ده، وأنا مهتم بيه جداً لدرجة أن أنا مش عاوز أتجه للغناء، لأن أنا لو اتجهت للغناء يبقى ممكن انشاد وغناء هادف، مش ما هو ده اللون والطبع المعين اللي انا بقول لك عليه، ده اللي انا حبه. فانت ممكن تغني فعلا اغني هادف، بس اغاني معينه زي ايه يعني من وجهه نظرك؟ ايه الغناء الهادف؟ حاجه للشباب، حاجه بتدعو للامل والطموح، حاجه زي كده يعني، تبقى حاجه هادفه. طب ما تيجي نسمع المس كفاح. نسمع المس كفاح، يلا بينا. المسكفاح المسكفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء، أشكي لي مين واجدي وحالي، وأقول لي مين النبي غالي، أشكي لي مين واجدي وحالي، وأقول لي مين النبي غالي، إيه اللي غير أحوالي غير الغرام في رسول الله. المسكفاح المسكفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء، يا صاحب القبة الخضرة اللي علينا بالنظرة. الله الله يا صاحب القبة الخضراء اللي علينا بنظرة، هز الهلال يا أبا الزهراء، واعطي لكل محب مناه. المسكفاح المسكفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء، طول عمري بتمنى أشوفك يا رسول الله، وانظر جمالك وأبوسك يا رسول الله، طول عمري بتمنى أشوفك يا رسول الله، وانظر جمالك وأبوسك يا رسول الله، صبرت نفسي بأحاديثك، وأقول لابد في ليلة أراه. المسكفاح المسكفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. عليك يا إسلام. طب إسلام أنا عايز أعرف، أنت كمنشد من وجهة نظرك إيه قيمة الأغاني الدينية في سمو النفس والارتقاء بالروح؟ لا طبعا الأغاني الدينية دي مرتبطة حتى مع المصريين من زمان،
من اول التواشيح والابتهالات، حاجه روحانيه يعني متهيألي كل الناس بتحبها، كل الناس متفقين عليها. لغايه طبعا اتطورت والانشاد ظهر برضو مع تطور الزمن، ناس برضو بتحب الانشاد ده، حاجه روحيه وحاجه بتصل لروح الانسان، حاجه بتدخل القلب على طول يعني. صحيح صحيح. عايزين نقول بس ان احنا بنتكلم كده، فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود في العين السخنه عشان بيشهد افتتاح مجمع مصانع الاسمده الازيوتيه. طيب نرجع تاني لموضوع الارتقاء بالروح، قول لي كده، حضرت قبل كده اي حلقات ذكر؟ حضرت حلقات ذكر كانت في الحسين. طب بص، عشان في ناس كتيره تعرف يعني ايه حلقات ذكر وتسمع عنها بس ما تعرفش حلقات الذكر دي بتعمل ايه في روح الانسان وهو يعني فكره واحساسه، فكلمنا بقى في الحته دي بالاخص. حلقات الذكر مثلا، انا حلقه ذكر مثلا انا كنت حضرتها كانت زي ما بقول لحضرتك في الحسين. احنا بنكون مجموعه من المنشدين والناس اللي بتحب تحضر الحلقات دي، بنمسك مثلا كتيب صغير كده زي البرده، بننشد كلنا سوا مولاي صلي وسلم وحاجات كده كلنا بنقراها سوا كده، انت بتبقي في حاله وسمو بالنفس يعني حاجه روحانيه، انت بتكوني مبسوطه وانت قاعده بتسمعي كده وحواليكي ناس كله عايش في الحاله دي. انا عندي فضول اعرف حلقات الذكر دي، هل المنشدين بيبقوا متفقين ان هم هيعملوا المجموعه دي هتبقى موجوده وتعمل حلقات الذكر دي، ولا بتبقى بالصدفه بيبقى في اماكن معينه اللي بيعدي بيخش ينشد معاهم؟ يعني بجد عندي فضول اعرف بالظبط. هي يعني المره اللي حضرتها ما كانتش مرتب ليها يعني، لا انا كنت انا وزمايلي ماشيين، احنا عارفين المكان ده مثلا على طول بيكون فيه انا اسمع ان كده فانا نطلع، تعالوا نطلع نشوف ونحضر. حضرنا وبنطلع بنلاقي ناس لينا اصدقاء فوق برضو بالصدفه. دي كانت اول مره ليك تحضر حلقه ذكر؟ وبعديها قررت انك ايه الجمال ده، انا هحضر تاني وتالت ورابع؟ بالظبط. طيب نسمع حاجه تانية بقى، كفايه ان احنا ما حضرناش حلقات ذكر، نسمع منك نسمع حاجه برضو عن رمضان. يا ريت. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، أهلا رمضان، رمضان جانا، أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان، رمضان جانا، قولوا معانا، رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها، رمضان حبيبي قد عاد، وحنين الروح له زاد، رمضان حبيبي قد عاد، وحنين الروح له زاد، المسجد ردد من فرح، والمسجد ردد إسعادا، رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات،
بركاتي رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. إسلام، إيه الفرق بين الأناشيد الدينية والابتهالات الدينية؟ الابتهالات بيكون فيها ارتجال، يعني أنت زي الشيخ سيد نقشبندي الناس القديمة دي بيقولوا مثلاً موشحات وابتهالات، انت بترتجل الكلمات بتكون موجودة قدامك في ذهنك، انت بقى بتعيش الحالة اللي بتقولها وبيكون ليها لحن مختلف عن الانشاد. الانشاد بيكون مثلا يعني الانشاد اللي احنا معاصرينه دلوقتي نشيد ومحفوظ ومعروف ومتعرف عليه، انما الابتهالات ده انت فعلا بترتجل حسب أيوة حالتك النفسية. ايوه، هي ليها لحن برضو عادي، بس الانشاد بيكون يعني بيكون ليه رتم معين انت ماشي عليه، لحن معين بيشترك فيه موسيقى برضو وآلات إيقاعية، وده اللي احنا بنشتغل عليه في البند حتى عندنا في نغم الإنشاد. طب على سيرة الناس العظيمة القديمة اللي انت بتقول عليهم وعلى سيرة الشيخ الجميل النقشبندي، مين الأقرب لقلبك؟ والله كتير، يعني الشيخ طه الفاشني والشيخ سيد نقشبندي كل الناس العظماء، الناس دي قدمت لنا كنز لسه محتفظين بيه لحد النهارده، وبين كل المصريين بيحبوا يستمعوا لل. طب انا مش هختار لك حد منهم، انت هتختار حد منهم وتسمعنا ليه حاجه. للاسف انا مش مجهز حاجه ليهم. طب ده كلام. طب سمعنا حاجه على ذوق. نسمع مثلا زدني بفرط الحب فيك تحيرا. زدني بفرط الحب فيك تحيرا زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشم بلظى هواك تسعرا وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا يا قلب يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا فحاذر أن تضيق وتجرى إن الغرام هو الحياة إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذرا. إسلام، المنشد الديني هل لازم يكون أزهري ولا كفاية أن يكون حافظ للقرآن ومرتل جيد؟ لا، مش يشترط أنه يكون أزهري خالص، يعني في ناس ممكن يعني مش لازم مش شرط أنه يكون أزهري، في ناس عادي ممكن ما يكونش متعلم أصلا. أنا هاوي بنا بسمع أنا بسمع ابتهالات بسمع إنشاد وحبيت ده وحافظ وصوتي كويس، ليه ما أقولش؟
ليه ما ممكن انمي الموهبه دي في نفسي وابدا اشتغل عليها واسعى فيها لغايه ما اقدم للناس الحاجه اللي انا بحبها. انت مش ازهري؟ لا انا ازهري. انت ازهري؟ ايوه ازهري. انت خريج ايه اسلام؟ انا تجاره انجليش. اوكي، يعني انت بعيد عن القصه دي بس انت في نفس الوقت ازهري. بالظبط. وحبيت الموضوع هاوي وكنت بتسمع من وانت صغير وحفظت القران وقررت ان انت تكمل في الموضوع ده. بالظبط. طب احنا هنكمل غنى بقى، هنسمع حاجه ثانيه، هنتعبك معانا النهارده. لا ولا يهمك. نقول مثلا ايه العمل يا احمد؟ ماشي. ايه العمل يا احمد؟ يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله. إيه العمل يا أحمد؟ يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله. ارحم محبينك عاشوا على دينك. ارحم محبينك عاشوا على دينك. ما أحلى سواد عينك يا حبيبي يا رسول الله. إيه العمل يا أحمد؟ يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله. نبينا الزين والله زين له نشق القمر نصفين. نبينا زين والله زين له نشق القمر نصفين. وعرج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله. إيه العمل يا أحمد؟ يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نورتنا المنشد الديني الإسلامي السعودي، نورتنا النهاردة. وصباحك صباح الورد وكل سنة وانت طيب. صباح الورد كل سنة حضرتك طيب وانت طيب. السادة المشاهدين هنسيبكم دلوقتي مع بث مباشر لوصول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعين السخنة عشان بيشهد افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية. وبس كده.